مع بعض تقرير عن أسعار العملات والذهب بالنسبة للسعر العملات. نروح للدولار الأمريكي اللي سجل شراءه النهاردة 30 جنيه 84 قرش، بيع 30 جنيه 93 قرش. أما اليورو سجل النهاردة 32 جنيه 84 قرش، أما البيع 32 جنيه 95 قرش. الجنيه الاسترليني النهاردة 37 جنيه 67 قرش، أما البيع 37 جنيه و80 قرش. الريال السعودي سجل شراءه 8 جنيه 22 قرش، أما البيع 8 جنيه 24 قرش. الدينار الكويتي سجل النهاردة شراءه 99 جنيه 81 قرش، أما البيع 100 جنيه و15 قرش. دي كانت أسعار العملات النهاردة. نروح كمان ونتعرف على أسعار الذهب. سجل عيار 18 2190 جنيه، أما عيار 21 سجل 2555 جنيه. عيار 24 وصل النهاردة ل 2920 جنيه. أما سعر جنيه الذهب النهاردة وصل لعشرين ألف ربعمية وأربعين جنيه. دي كانت أسعار الذهب النهاردة وتعرفنا على أسعار العملات. خلونا بقى كده وإحنا في بيوتنا نقدر